السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اليوم جد 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 سعيد لأنني لم أتحصل على مبلغ مالي، لم أحصل على سيارة، لم أحصل على منزل، ولكن حققت يعني حلم من أحلامي بطبيعة الحال اليوم عندما توصلت بالدرع الفضي لليوتيوب. اليوم إن شاء الله يعني سنقوم بفتح الصندوق الذي توصلت به من شركة اليوتيوب، ومن هنا أقول لك يعني تمسك بأحلامك، فلكل مجتهد نصيب. فقد كان فقط حلم البارحة وأصبح اليوم حقيقة. فالآن سنقوم بفتح يعني الصندوق، يعني كما تلاحظون أحبتي في الله، هذا هو الصندوق الذي تواصلنا به من شركة فيديكس للشحن السريع. يعني صراحة يعني درع اليوتيوب فهو يأخذ وقت كبير جدا حتى يصل إلى المكان الذي تقطن به، لأنه يعني يقومون بصنعه وما إلى ذلك من هذه الأمور الذي يقتضي أو يأخذ منهم وقت بطبيعة الحال. إذن سنقوم بفتحه بطريقة يدوية، يعني كما تلاحظون أحبتي في الله، ثم سنجد إن شاء الله. يعني اتصل بي الموظف الذي يشتغل في فيديكس وقال لي أنه لقد وصلك صندوق إلى مدينة أكادير، وقمت بالذهاب إلى حي أنزا ثم جلبت الصندوق، التقيت معه في حي أنزا وقمت بجلب الصندوق. يعني كما تلاحظون يعني حماية كبيرة جدا للصندوق حتى لا يقع به أي مشكل. صراحة شعور لا يوصف عندما تقوم بفتح شيء كان فقط حلم. أتعلم ما هو الحلم؟ والله لا أستطيع أن أصف، لأنه الحلم لن يحس به إلا من يعني يحلم بشيء وحققه بطبيعة الحال، لأنه صراحة قد يضر للبعض أنه أبالغ في الكلام أو أي شيء من هذا القبيل، ولكن لن يحس بك إلا من جرب هذه الفرحة بطبيعة الحال وكان يحلم بشيء ثم حققه بطبيعة الحال. واو واو واو، أظن أن شكل هذا الدرع قد تغير يا أصدقائي الكرام، حتى من ناحية الوقاية فقد أضافوا له يعني واقي خاص بهذا الدرع، شيء رائع جدا. أنا جبت في الصندوق أي شيء، فقط بعض المعلومات التي نجدها هنا كما تلاحظون أحبتي في الله. وبالنسبة لي يعني الصندوق فهو على الشكل التالي. يا سلام، يعني هنالك تطور كبير جدا في اليوتيوب، لانني لاحظت سابقا بعض اليوتيوبرز الذين يعني توصلوا بهذا الدرع ولكن كان بشكل مختلف تماما على ما اشاهده الان، او ربما اخطات يعني، لانه صراحه الشكل ظهر لي كانه تغير. والاهم ليس هو تغيير الشكل او تغيير المظهر او حمايه الدرع، عكس ما هو وصول الدرع كيفما كان شكله ويعني نوعه بطبيعه الحال. اذا سنقوم الان بفتح أمام أعينكم. واه سلام يا سلام يا سلام، كما تلاحظون يوتيوب. واو، هنا يعني وثيقة من عند اليوتيوب، يعني شكرا على 100,000 مشترك، واصل عملك، وبعض الكلمات التحفيزية التي أنصحكم بقراءتها، وإمضاء من شركة اليوتيوب. أوه يا سلام يا سلام، صراحة أمر رائع جدا. وهنا الواقي الخاص بي في وسط العلبة، ثم الشيء المهم جدا ألا وهو الدرع الفضي ل 100,000 مشترك كما تلاحظون. فنقوم الآن بإزالة هذا الدرع كما تلاحظون. يا سلام يا سلام، يعني هذا هو الدرع الفضي أصدقائي الكرام كما تلاحظون، بريزما من شركة اليوتيوب كما تلاحظون أحبتي في الله. إذن صراحة يعني شعور لا يوصف، شعور لا يوصف أحبائي الكرام، يعني أن تحلم بشيء وتحققه ذات يوم فهو صراحة شعور لا يوصف. ولكن لا يكفي أن تحلم وتحقق بعد ذلك يعني فمك فقط أو بتفكيرك، فباجتهادك وبمثابرتك وبقتالك أخي الكريم ستصل إلى مبتغاك. فهذا كجبل، يعني حلم كجبل، في الأول إذا أردت الوصول إليه يعني تقع في الأرض ثم تنهض ثم تقع ثم تنهض، بعد ذلك تحقق المبتغى. ولكن
عندما تحقق المفتاح وتصل إلى أعلى القمم فترى تلك المسافة، يعني تقول ما هذه المسافة؟ فهي قصيرة في الأول، دارت لأنها طويلة وبها عثرات ومشاكل، ولكن يعني تذوق لذة الوصول إلى المبتغى. فوالله يعني شعور لا يوصف. تمسك بأحلامك، ولكل مجتهد نصيب. وقال الله سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. أقسم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أنها مع العسر، يعني بعد العسر، يعني العسر والمثابرة والجدية والعمل سيأتي اليسر إن شاء الله. فالله يسير وليس يعني عسير بطبيعة الحال أحبتي في الله. فشكرا لكل من دعم هذا الشخص من البداية حتى الآن وحتى المستقبل إن شاء الله، لكل من يدعمنا بالنقر على الزر لايك، لكل من يدعمنا بتعليق محفز. فأنت يعني من الأشخاص الذين دفعونا من أجل الاستمرارية، من أجل تقديم الأفضل، من أجل تقديم الأحسن. وكل يوتيوبرز أقول لك والله لا تفشل يا صديقي الكريم، لا تيأس لا بقلة المشاهدات، لا تيأس لا بتعليقات السلبية، لا تيأس لا بالضغط يعني الرهيب من طرف الهيترز، لا يعني أي شيء لا يجعلك يعني تتحطم من أجل الوصول إلى أهدافك. والله يعني عندما ستصل ستحس بشيء رائع جدا، وستحس أنك لو يعني أخذت بعين الاعتبار ذلك الكلام الذي لا يجدي ولا ينفع، فلن تصل إلى مبتغاك، وبالتالي لا يعني تسمع لأي شيء يقول لك أنت لا تسوي أي شيء أو لا تقدم أي شيء، وطابر في عملك وواصل باجتهاد. ستقع في الأرض وستنهض، وكل شخص يقع وينهض، ولكن عندما سيأتي يوم ستصل إلى حلم ما وتحققه إن شاء الله. فوفقكم الله جميعا، ولا تنسوا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمسك بأحلامك.